السلام عليكم. مرحبا خويا، بارك الله فيك. اولا تنشكر الجمهور اللي هو فيه الاب وفيه الاخ وفيه بزاف د الحوايج، الجمهور المغربي جامعا ولا جميع الدول العربيه ولا جميع الناس اللي تيعرفوا عبد الله المسيح، بزاف د الاصدقاء ديالنا الجاليه المغربيه المقيمه في الدول العربيه ولا في اوروبا ولا في اسيا ولا في امريكان، بزاف الناس يعرفونا لانه حنا تنصلوا وتنحاولوا باش نعطيو واحد الفرصه اللي هي ترضي المواطن واللي هي تخلي المواطن في واحد الخاطر ويكون فرحان. الحمد لله تنسلم على جميع المغاربه، والحمد لله على كل حال الحمد لله. انا راه كنت غاديه المسيره ديالي، كنت غاديه نيشان وخدام مزيان الحمد لله، غاديين خدامين، مره روايات مره مسرحيات، عندنا عروض، دوزنا عروض مع وزاره الثقافه اللي هي الطيب، وزاره الثقافه مشكوره في هذا المنبر هذا، نسيت ما قلتهاش في الاول، ولكن مشكوره وزاره الثقافه اللي هي تاهي واقفه معنا ويعني بالعروض ديالنا. وتنشكر جميع خوتي المغاربه لا داخل المغرب ولا خارج ارض الوطن، والله يحفظنا مالكنا. الحمد لله انا راه دابا وقع لي واحد المشكل اللي هو ديال عز الله الشرف ديالكم والملائكه والبقعه، يعني تحصرت من الماء ديالي والنبوله ديالي، بغيت نتفرقع داكشي اللي الحمد لله. على كل حال انا ما عمرني جاني بحال هذا الشيء، يعني جاني داكشي بحال بغيت نموت والله العظيم. وتنشكر بزاف الاطباء، الناس اللي ساعدوني في المره الاولى ولا المره الثانيه، لانه انا تيجيني بحال هادشي ولكن ما عمرو جاني بحال هكا. ومشكورين جميع الاطباء، طب عام جميعا مشكورين، و الاطباء ديال اكادير ديال مستشفى الحسن الثاني، الله يعمر دار هذوك الناس الله يكرمهم، والناس ديال اكادير الله يخلف عليهم، الاطباء ديال كازا حتى هما جميعا 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 الله يحفظهم لينا والله ينصرهم. ومني مشيت اشكو كان عندي مهرجان في قنيطره، مني مشيت لقنيطره شافوا الحاله ديالي، قالوا لي غادي غير توقف قدام المسرح ويشوفوك الناس. وفعلا داكشي اللي درت، وقفت هضرت انا وصاحبي، هضرت مع الناس، قلت لهم سمحوا لنا، كنا تنتمنوا باش نجيو ندوزو لكم ونفرحوكم، ولكن هكا كتاب الحمد لله. وجيت من قنيطره ديريكت الكلينيك نرجيس، اللي هو بغيت نشكر واحد الرجل اللي هو وقف معايا واحد الوقفه، الله اللي غادي يخلصو. ومن هذا المنبر هذا جميع الناس يدعيو بالرحمه الوالدين لهذاك السيد، ودعيو لي حتى انا بالعفو. الدكتور نوفل وقف معايا، دوز لي التحاليل، يعني ما شاء الله على ذاك الرجل، لا هو ولا السيده اللي خدامه معاه واش مجده، وبزاف الاخوان جميعا اللي خدام تما، كل شيء عطوني واحد المساعده اللي هي حسيت بين ما راه بحال في الدار عندي خوتي وحبابي. والحمد لله دابا راه عطاني واحد البريتما، وداروا لي هاد الخنيشه هادي كما تتشوفوا، قال لي من هنا النهار لحد هاد الدواء، الا جاب الله هاد الدواء عطاه المفعول ديالو راه غادي نعطوك بريتما بارتما يعني دواء اخر، وغادي تحيد هاد الخنيشه. ما عطاش المفعول ديالو، قال لي راه غادي نديرو لك عمليه، قلت ليه اللي دارها الله هي اللي كاينه. وانا تنشكر جميع خوتي المغاربه، الله يحفظكم، وشكرا مني بالدعوه ديالكم ومتبعيني جميع الاخوان كاملين كاملين كاملين. وتنوجه واحد الرساله لخويا كمال اللي هو كاين رئيس الجماعه ديال البراج ديال تكركوس، خويا كمال الله يحفظك، وراك دائما انت توقف معنا، وتنفتخروا برئيس الجماعه ديال لاله تكركوس، الله يحفظك اخويا كمال، والله يحفظ لك المهمه والاخوات ديالك، وشكرا، والله ينصر سيدنا، والله يحفظنا المغرب ديالنا. وشكرا للسلطه الرابعه اللي هي حتى هي تتوصل واحد الرساله للمواطن. وتنطلب من جميع المغاربه بالدعوات ديالكم، بالدعوات ديالكم دازت العمليه بخير وعلى خير الحمد لله.
متنا راه المسامحة لا في الدنيا ولا في الأخيرة للجميع أي واحد. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار.